مسجد الحنبلي وهذا عمره بحق حركة 1300 سنة، وتوجد شعارات الرسول محمد وطلعوها ب 27 رمضان ليلة القدر ظهر وعصر، وهذا من أقدم المساجد. يعني ترميمات هذه من 7-8 سنين 9 سنين، دخلنا على موقع هناك مليان كان جبش وتراب، نظفوا أوقافنا وضموا للمسجد هون، عمري وحلو وكل الناس تدفع عليه وتيجي بتصلي هون يعني، والحمد لله مسجد جميل جدا يعني، وكل ساعة بترمرم وبتزبط إذا بده أي شيء يعني، موجودين فيه يعني ناس مقيمين على هذا المسجد. دخلوا عليه اليهود وحاولوا يقيموا شعارات الرسول محمد، والحمد لله ما قدروا يقيموا هون لأنه هدول شعارات الرسول مباركات من تركيا، فالحمد لله ضلوا محلهم الشعارات. حوالي 130 سنة أنا بسمع أنه واحد مضال بيطار وتفاحة وهيك إيش يعني، مش هاي اختلال معهم، عملوه أنه نزفوا وجابون على نابلس هون. لا أحلى موالد بتصير في هذا المسجد، مولد النبي وبرمضان، وكل الناس بتحب هذا المسجد الحمد لله، مسجد كويس وحجر قديم ومن أحلى المساجد موجودين هون.